شهدت المباراة النهائية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نهاية درامية إثر حصول خلاف بين الأمريكية سيرينا ويليامز وحكم اللقاء وصل حد الشجار، مما تسبب بفقدانها لأعصابها، فعوقبت اللاعبة الأمريكية بخسارة شوط كامل نتيجة كسرها لمضربها ووصفها للحكم بأنه لص وكذب، بعد أن أخذ منها نقطة بداعي مخالفة اللوائح في الشوط الثاني من المجموعة الثانية.